باسم الكامل فايز الصبري، سن 28 سنة، نزيل بالجمعية الخيرية دار الأطفال البرمصي ما يقارب 19 سنة. أنا في الحقيقة جيت اليوم باش نتكلم على واحد المشكل اللي تعرضت له في قلب المؤسسة. في يوم الأحد على الساعة 11 تعرضت لواحد الاعتداء من طرف اعتداء شنيع، يعني من طرف أحد النزلاء لأسباب يعني مجهولة وغير معروفة، وأمام يعني بحضور، وتم ذلك أمام يعني الحارس العام اللي كان عايل المشكل يعني منذ البداية ديالو حتى النهاية ديالو. ففي الحقيقة نوع المشكل ديالي مع هذا السيد هذا هو يعني ما عرفتش كيفاش داير هذا السيد هذا. أنا كنحاول نتفاداه ما أمكن، وديجا عطيتو إشارات وقلت له ما تبقاش تهضر معايا وما تعرفنيش، أنا ماشي يعني ماشي في المستوى ديالك. فهذا السيد هذا يعني تجاوز الحدود ديالو يعني بمسافات طويلة، رغم انني تقدمت للاداره التربويه بشكايات عده، ومشيت للدائره الامنيه وعطيت الاسماء ديال واحد المجموعه ديال النزلاء اللي كانوا يعني كيتكونوا من عصابه، وكان على راسهم هاد الشخص هذا اللي تعدى عليا، وما تلقيت حتى شي تدخل ولا حتى شي يعني انصاف من طرف شي جهه معينه. فاليوم انا كنبغي نتوجه من خلال هذا المنبر الاعلامي السلطات المعنية والجهات الرسمية اللي هي وصية على هذه المؤسسة هذه، من خلالهم كنبغي نقول لهم بحال هذه المؤسسة هذه راه كتعيش أوضاع كارثية، كتعيش واحد تسيب على جميع المستويات بحكم الاستقالة ديال الجمعية اللي كانت يعني هذه 4 سنين، وتبعتها من الاستقالة ديال المدير العام. فالمؤسسة كتعيش حاليا نوع من الفوضى والتسيب. وهو في الحقيقة هذه المؤسسة هذه كنعقل أنا التحقت لها في سنة 2000، التحقت في واحد الظروف اللي هي نفسية صعبة جدا. فأنا ذاك في ذيك الفترة كانت المؤسسة كتعيش واحد النوع من الازدواجية، كانت يعني المسؤوليات اللي كتعطى الأطر التربوية كتخول النزلاء اللي هما أكبر منا سنا، وكيمارسوا علينا واحد العدد ديال الاعتداءات، منها اللفظية منها المعنوية منها الجسدية. فأنا كنت من دوك الناس اللي تعرضت لعدد كبير من يعني من الاعتداءات والتعذيب الجسدي والمعنوي، وما كانش يعني أنا ذاك يعني شي باب أو شي ملجأ اللي يمكن لي يلجأ ليه، رغم أن نظرا لصغر السن ديالي ونظرا للإكراهات اللي كنت كنعيش فيها. كنتمنى أنا ذاك نلقى جمعيات حقوقية اللي يمكن تاخذ بيدي وتساندني في هذه الوضعية هذه وتخرجني من هذه الأزمة هذه. فبقيت يعني بقيت عايش مع المشكل يعني لسنوات طويلة حتى لهذا السن هذه، وما زلت يعني أعاني في الصمت في هذه المؤسسة هذه. كاينين أشخاص ما كانوش نزلاء كاملين، كاين واحد الفئة من النزلاء كيلقاو البليزير ديالهم، كيلقاو النشوة ديالهم في خلق الفوضى وإثارة المشاكل في المؤسسة وخلق العداوة بين النزلاء. فأنا لجأت لكم يعني من خلالكم بحكم أنكم يعني أقوى سلطة من بعد يعني سلطة القانون، باش نعبر على المشاكل ديالي ونحكي على المعاناة ديالي والمأساة ديالي اللي كنعيش في هذه المؤسسة، واللي مازال ما بغاتش يعني توقف. وانا دابا في السن ديالي 29 عام، انسان متكون ديبلوم في واحد المجالات معينه، الحمد لله مارست العمل الجمعوي لسنوات وما لقيتش يعني واحد الفرصه ديال العمل اللي تقدر تحقق لي داك الاندماج في سوق الشغل وفي الحياه العامه. وحاليا انا مازال كنعيش مشاكل في المؤسسه هذه، وما لقيتش يعني ايادي يعني يمكن تشد بيدي او لا ناس يمكن يساعدوني باش يعني باش نحقق الهدف ديالي في حياتي. الرساله هي في الحقيقه هو ان هذه المؤسسه هذه مهما بقات يعني غدا في هذا الريتم وفي هذا يعني في
هذا الطريق غير آمن، فراكي يبان لي انه غادي تقدر لا قدر الله طيح ارواح، طيح ارواح سميتو نظرا للوضعيه الكارثيه اللي كتعيش. وحتى انه سمعنا مؤخرا كانت واحد السيده اللي خدات المبادره باش انها تاخذ هذه المؤسسه هذه وتبدا تسيرها، ويعني تبدا الخدمه مع النزلاء اللي هما يافعين اكبر سنا، واللي هما يعني فئه يعني مستعجل انها كيخصها تندمج في الحياه. فالمؤسسه هذه ما كيظهرش لي انها يعني غادي تسمع عندها واحد الاستمراريه يعني سميتو، وكنتمنى من السلطات المعنيه والوزاره الوصيه والقطاعات المعنيه كيعطيو تسمية لهذه المؤسسه هذه انهم يخرجوا حلول جذريه وعاجله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.